مشكلها رحم قوسك وحين قلت إن مركي ذاتكو قبائل قبائل ودريري إن وحبل الحيرين واي واجي هري وحا شرتي وحلا إلى ودقن الصومالي ذا برمجيدة شرتي برمجيدة ضد آني برتا قبائلكم يضدكم مركي دريران كوب كي السؤال يكسن أيان هي برتا استعمال أيان ضد آني مناسبة هاي إن لو أديك سداد شري إنك وحا صدوة كقدبني نكو أديركي أبتدي بوديليا سيدكي بوديليا وحديليا إن أديركي قرابة ديسي وحديليا درس كيسي وحديليا أبتياشي حق أبياشي وحكسو تشيرا وحلو تشوشيني إلى عروره الدمر كيلا لديليا هذا نوح مشكلة الله ما أركو الله بقى قبائلي الله بقى فو إسلائي وحين كاسا الله أركا يا يو قرابة قوس نمائني وحان تهي ودي قميشة دعاية دكا ولا لي مسلم كيسو كيا دحمري إن قرابة قوس نمائني وين لسعطو dadku kuma baraarugsana wadaad yimina wadaad ahaynba kuma baraarugsana soo ma jeedid rasuulku wuxuu leeyahay fiir salaatullaahi wa salaamu alayhi min calaamati saa'a saa'ada qiyaamaha waxa jira wax la yiraahdo calaamad yar yar oo saa'ada ka soo horeeya oo hordhac u ah iyo kuwa waaweyn calaamadka marka yar yar ee saa'ada ka soo horeeya ee la rabo muslimku inuu ku waana qaato arko ee rasuulku ka sii waramay waxa kamida إن قرابة رحمك أن لو توجين أو لقويه رسولك عليه حديثك صحيح آه. الإمام البخاري في الأدب المفرد وكيني لا تقوم الساعة ساعة قيام مدى عيسو حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه إلى منك دلو جيران كيسي ولقي أي درس هاي قل يهو دسكو أغياله ولالكي أدلو أبيه أدل من النبي عليه الصلاة والسلام ما صمينا إنه صمينا صمينا يا كم رم بين صمينا وده هو النجاح بالسين ده وحنا نقول نهيب بدن يعني أنت حكم بدن بالسين حديثك هو حسن درجة جلس وعكم من الرواية كحديثك رسولك صلى الله عليه وسلم عليه ما كان صحابي ويدين سيد عرفت هسيون عيسو يقتل بعضكم بعضا قاركين قارك كلو ديليا حتى يقتل الرجل جاره وفي رسالة حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته لكن قارك قال هو اسدي ليسان إلا أنك أدلو قفك جيران كي ساها إن أدير كي أدلو كي قرابة ساء أم حق هو يا أم حق أب ماشي دون هكو أب ترسده أدلو صحابة وايا بن ماشي فريدة يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم ورسولك يا مر كان وحى سمينا إنه مالنتا تد عقل له منها وعقل له من متشوا قام سوان وعلمنا هاي تد عقل يقول تشوا منها هاي مس تد وعلم بعض مر كان وحى سمينا إنه رسولك محب كتشوابه لا متشوا عقل يهنا فدنا قلبي نقابتي وفدني سنته في النب مر كان اعتمادنا الفتن تستحكم العقول في النب مر كان اعتماد عقل يك ها قارسة ميزان كي قادسة قياس صح هنا دوح قياس تي قادسة سي صح هنا دو فكرت او عرقتو او ادو حو حلصو او ادو ورنتو نم بي قادسة مركاسا قفكو خلاص قفكستا كتاب وين قمنا لي هذا قورت او جرا انغا صحسن ادك لو خلطنت انغا حق تاغن هو كلا وا باطل انغا وحنا نهي محن كره عينكم 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 موجوده رسولك في الله عقل ما تشيله تنزع عقول ايه قد رسولك جواب تسعى عليه السلام تنزع عقول اكثر ذلك الزمان بدك حل جاتشوغا ايه وحا كوكا عيا انتو بدني عقلك وكما قيه النبي عليه الصلاه والسلام عقلك دينك يا الله كعبسك يا خيار لماذا يا قرابه الى علمته يا رحم دورك كجري مجرى ما عندك رسولك عليه صلوات الله وسلامه محاضرك هاي استمركا ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم وحضرتك مركا اوتلي او ماشي تشوغا كوان عقل لهاي وضدك كو وليتا باجوغا ماشي سنبها عين كاس اه اي ارمتا سي ايمان ايسو ونبغو شيخ هذا نعس صلوات الله وسلام عليه سعد قيامي كميتا سنبها وحا سدع عيان وحا الليل هذا ونبغو لسنوات خداعات وسنبو دغر بدن وخيانة بدن سنة كوح مدك روح مخيانة
dadka nool ee jooga sanadahaasa waxay yihiin dad dagaar qabayaal ah oo khiyaamo badan oo inkaar ah oo musiibo ah oo diintu ka cudubilaysatay baa meeshan ku nool oo jooga. Maxay samaynayaan dadkaas? yu'tamanu fiiha alkhaa'inu wayukhawanu fiiha asaadiqu yusadaqu fiiha alkaadibu wayukadabu fiiha asaadiqu watantiqu fiiha arruwaybita. sanadahaasi waxaa lagu garan doonaa dadku waxay aaminayaan oo hoos fadhiyaan oo warkiisa qaadanayaan beenawaas oo dhan, kii runta sheegayna waa laga fogaanaya, waa la caaya. khaa'iniintii baa la aaminayaa, aaminiintii dadka ahaana waa laga fogaanaya. ummadda waxaa ka dhex hadli doona dad huwaybita la yidhaahdo. markaasay saxaabadu yihiin wama ruwaybitatu yaa rasuul allah, huwaybita waa maxay? qaala attaafihu min annaas, waa qofka liita diin ahaan iyo caqli ahaan oo dadka taladooda intay u dhiibtaan ummadda la hadlay. waa weel maran, weel maran oo diin iyo akhlaaq iyo allah ka cabsi iyo waxba kuma jiraan, ummadduna isagay daba fadhidaa. wax kasta hadduu shay aynu gaalowno waa loo samcinaya, waxa aan layno waa loo samcinaya. war ninku muxuu leeyahay islays odhan maayo? haddii shirarka caynkaasi qofka ka soo baxa aad tidhaahdo war meesha maxaa lagu hayay niyo, maxaa lagu hayay meesha? walle meesha shir cajiiba ka dhacay, waa lagu wada hadlayay meesha, waa kaaso way, maxaa lagu hayay meesha? maxaa laga sheegay meesha? wallahi niyo meeshi waana jooga, waxna waa dhaafeen buu kuli, hadda wixiiba aad u gargaran maayo oo soodigi maanta o dhan fadhiyay wixii la sheegayay, wax alla wuxuu ka sheegay garan maayo, waayo ka meesha ka hadlayana waa maran yahay, wuxuu sheegayana waa wax maran, adiguna waa wareegsan tahay. dee maxaa la qaybaayo la sheegaa meesha? waxba ma yaalaan ila wax saxa la weelaya oo la sheegaa moogta meesha. caalamka maanta aynu joogno marka waa caalamkii hadalka, waa la hadlaya un torrog baa soo hadhay, hadalkaa la hadlayana waxba ka fahmi maysa, waxba ka weelan maysa. iminka dadka hadda moobelada intaa wan baawanna waa dhegaysanayna, kulligeen siyaasiyiin baynu noqonay, waxaana war a la dhegaysanaya. qofku markuu saa u dhigo aad tiraha war ii waran maxaa la sheegay? war baa la sheegay kule, waayo warka muxuu yahay la sheegay? sheeg mid kuu sheegi kari maayo, wax aad caawa ka fahanta qofkaasi kuu sheegi maayo. hadduu wax kuu sheegana toban eray buu isugu kaa dhufanaya, waxay tihin aadan garanayn, adoo dawaqsan baad ka tegaysaa. waayo dee adaa nin dawaqsan waraystay, nin dawaqsan ninkii waraystana isna waa dawaqayaa. dee waxay baahan tahay qofku inuu fahmo waqtiga iyo zamanka la nool yahay. waxaa ka mid a waxyaabaha cuquubaadka ah ee ka dhasha qaraabada goynteeda rasuulku markuu ka hadlay adduun iyo aakhiro, bal xadiidkan fiiri. nufayc ibn alxarith athaqafi abi bakra, rasuulku wuxuu yihi sal lay slam, maa min dambin ajdaru cinda allaahi an yucajila allaahu lisaaxibihi alcuquubata fi ddunya maca maa yaddakhilu lahu fi laakhira min albaqyi waqaticati raxim. ma jiro dembi ka habboon oo ka mudan ilaahay inuu u soo dedejiyo ciqaab adduunyo iyadoo ay dheer tahay wuxuu u diyaariyey qofkaas aakhiro ee cuquubo ah laba dembi mooyaane, gardarrada iyo qaraabo goysnimada. nabigu yuhi calayhi salaatu wasalaam, dulmiga iyo gardarrada iyo qaraabo goysnimadu cuquubadeedu aakhiro intaan la gaarin degdeg bay adduunka qofka ku dhacdaa buu nabigu yuhi calayhi salaatu wasalaam. aakhiro waxaa loo diyaariyey ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mid ah cuquubaadka rasuulku sheegay salawaatullahi wasalaamu calayh, ilaahay baa ku goynaya. haddii ilaahay ku gooyo kartaa ma yeella, qofku wuxuu ku dhaqan yahay ilaahay oo ku dhaqo ku xidhiidhiya. haddii ilaahay ku gooyo masbixin kartaa adigu? nebigu muxuu oran jiray calayhi salaatu wasalaam labada gelin markuu adkaarta akhrinayo, walaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayni, ilaahayow naftayda iskuma filni hal mar isha inta laysku qabto, ilbiriqsi ilaahay naftayda ha igu hadlaynin, kama maarmi karo. ilaahayna wuxuu yidhi qofka qaraabadiisa gooya bataatan aniguna waa goynaya, adduunkiisa iyo aakhiradiisa mid aan wax ka tarayo iyo mid aan u hagaajinaya midna ma jiraan. waynu soo maraynay rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, xadiidkii iminka aynu akhrinaynay ayaa ka mid ahaa xadiidka abu daawuud, ana araxmaanu, xadiis qudsi wey, ilahay wuxuu yihi anigu raxmaan baan ahay, wa hiya araximu, qaraabo xidhiirintuna waa raximkii, shaqaqtu lahaa isman min ismii, magacaygan magac uga soo jeexay. raxim baa la yidhaahdaa ana raxmaan baa la yidhaahdaa.
فمن وصلها قفك حريرية وصلته وان حريرنا يا ومن قطعها بتته قفك جوينا وان جوينا يا إلهي سبحانه وتعالى سو غيسيس ما عد هذا ربت إلهي نك جوينا قرابة هذا جو هذا ربت إلهي نك حريرنا قرابة هذا حرير بل هك حديثك وحين كفه النبي ما عن إلهي باب أبحي وحولي يا أنا الرحمن بالله دها يدنا رحيم رحيم بالله دها ما جاء إلى الله غصو شيء حي طيب سأرسل كل سلوات الله سلام عليكم بداو صحيح.